طيب حياتك طبعا فقيد غالي جدا علينا وابن من ابنائنا, ويكفي ان جده كمان كاب سمير محمد علي يعني, وولد كان خلوق وكان محترم جدا وكان لعيب كويس. في الفتره ان انا كنت فيها طلعته معايا شويه وكان لعيب كويس جدا, كان مع ابن الكابتن اسماعيل يوسف وعمر ومع بقيه زمايله اوباما الله يرحمه, ده عمره واكيد مسواه الجنه باذن الله, ويصبر اهله لان دي يعني دي كسره وسط وكسره ظهر بالنسبه لاهله وبالنسبه لابوه, يعني ربنا يصبرهم باذن الله.